أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا متابعي إكسترا نيوز في هذه التغطية الإخبارية. أكون مع حضراتكم على مدار الساعات المقبلة للحديث عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية. منذ اللحظات الأولى لبدء الأحداث تقوم مصر بتحركات واتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أو على مستوى وزارة الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة المصرية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ محمود وأهلا بكل مشاهديك. أستاذ شريف، يعني نريد يعني أن نبعث بالهدوء في البداية، ويعني الرد على البروباغندا الإعلامية كما يقال، أو حتى البروباغندا لمواقع التواصل الاجتماعي أو النظريات أحادية المنظور في التزايد أو مزايدة على الحديث عن مصر والقضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية هي من أولويات الدعم المصري دائما في القضية الفلسطينية أو حتى القضية العربية. طيب اسمح لي في البداية أن نؤكد على أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية. فعلى مدى أكثر من 8 عقود كانت مصر هي الدولة العربية الوحيدة المواجهة في الجولات العربية من الحروب من 1948 وحتى حرب 1973. الجولات الأربعة كانت مصر فيهم هي التي تكبدت الخسارة الأكبر، وهي التي قدمت أرواح شهداء أكثر من 100,000 شهيد في هذه المعارك. ورغم ذلك اتجهت مصر إلى السلام، وكان السلام هو عنوان طرف متبادل، يعني رضا شخصي بين المحورين الرئيسيين في العملية. وبالتالي كان التحرك المصري في اتجاه مبدأ السلام، ومن هنا كانت مصر تحرص على أن تكون هناك دولة فلسطينية متحققة على الأرض، وليست مجرد اسم أو إعلان، ولكنها دولة يعني واضحة الأركان، واضحة المؤسسات، قادرة على التحرك، قادرة على الوجود، وأن يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي أهدرت منذ عام 1948. إنما يعني هناك من يحاول أن يزايد على الدور المصري، ولكن الدور المصري هو دور واضح وجلي وكل يراه تماما. الدور المصري دور مهم، وخاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، خاصة أن مصر كان لها ولا زالت دور وأسلوب في إدارة القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق ببناء الدولة الفلسطينية نفسها، ثم حفظ التماسك السياسي والاجتماعي لهذه الدولة. وأنا أعتقد أن جولات إعادة إعمار غزة التي تمت قبل عامين من الآن وشاركت فيها مصر بشكل كبير، وكذلك التعاون مع الفلسطينيين على بناء مؤسسات الدولة بالكامل، هو ليه هدف رئيسي بالدرجة الأولى. أولا المسؤولية المصرية تجاه هذه القضية، والبعد المتعلق بالأمن القومي المصري بالدرجة الأولى، على أساس أن القضية الفلسطينية هي جزء وصلب الأمن القومي المصري. وبالتالي كانت هناك عدة محاور تعمل عليها الإدارة المصرية والقيادة السياسية المصرية فيما يتعلق إذا ما حدث تسويات في المستقبل، حتى لو هي مش محتملة يعني في الوقت الراهن، أن تكون هناك
دولة بالفعل قائمة. يعني فلسفة إعادة إعمار غزة كان هدفها كده، أن تكون هناك مؤسسات دولية، مؤسسات دولة فلسطينية قائمة. ليه؟ لأن للأسف العميق، وأن مصر حذرت لسنوات طويلة ولعقود طويلة من عملية الاستيطان. عملية الاستيطان الإسرائيلي بالدرجة الأولى تهدف إلى فصل الارتباط الجغرافي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وبتحول القرى الفلسطينية إلى كانتونات منفصلة. وأنا في رأيي إن هو ده هو سبب الأزمة الرئيسية. لو أن المجتمع الدولي قد التفت إلى التحذيرات المصرية منذ البداية من استمرار عملية الاستيطان لما حدث كل ما تعانيه إسرائيل حتى الآن. موقف موقف الإدارة المصرية والقيادة السياسية المصرية هو موقف واضح منذ الدرجة الأولى، خاصة حينما بدأ السيد الرئيس في متابعة كل ما يحدث على خريطة المسرح الحالي من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية. وأنا أعتقد أن سرعة الموقف وسرعة وتلاحق الأحداث دفع الإدارة المصرية إلى التحرك سريعا في مسألة الاتصالات، خاصة ما قامت به وزارة الخارجية على مدى الساعات القليلة الماضية، والاتصالات الشخصية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا هناك محور شعبي، يعني أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية عادت لتطرح نفسها من جديد وبقوة، وأن ما كان مش لا يجوز الحديث فيه، أما ما كان مستبعدا بشكل مؤقت أصبح اليوم ملحن وبشكل حاسم وصريح. طيب يعني حتى يكون ذلك، ونريد أن يعني بما أن حضرتك تحدثت وهو أصبح الآن الناحية الشعبية في الوطن العربي وما إلى ذلك، لكن هاخد من كلام حضرتك ويعني نريد أن نضع بعض النقاط الهامة، وهو الذكر الأولاني هو فكرة أن تقام دولة فلسطينية على حدود 67، وهي المطالبات الفلسطينية نفسها، يعني حتى بالرئيس محمود عباس أبو مازن كان يتحدث في الأمم المتحدة منذ يعني أيام، ومطالبات والكلمات المصرية والكلمات العربية والإجماع حتى تقوم دولة كما حضرتك ذكرت، وهي شيء هام. الجزء الثاني فكرة إعادة المؤسسات الفلسطينية نفسها، ونرى بذلك يعني مصر ومحاولات التهدئة بين الداخل الفلسطيني والجهات المختلفة داخل فلسطين، والجزء الآخر هو إعادة الإعمار. إذن لماذا، ونريد أن نجيب حتى لمن يشاهد الآن، يعني الكل يتساءل لماذا ندعو للتهدئة، لماذا مصر تدعو للسلام والتهدئة، وما هي الفائدة من ذلك إضافة لفكرة وجود دولة بحدود معلومة؟ طيب، أولا فكرة التهدئة ليست بدعة. التهدئة الوضع الحالي ووقف التصعيد ووقف التوتر قد يعني يساهم بشكل كبير في البحث عن حل. وأنا في رأيي أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل نفسها، هي ترى ما هو حجم المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي الانفجار الذي يحدث من داخل غزة إلى هذه المستوطنات هو رفض شعبي ورفض قومي لمسألة أن تكون هذه المستوطنات موجودة على أراضيه. وبالتالي مصر أنا في رأيي أنها تحرص على إدارة القضية الفلسطينية بكافة الزوايا. يعني لا يجب أن تأخذنا الحماسة إلى طرق أخرى فرعية. علينا أن ننظر إلى الطريق الرئيسي، أن هناك شعب تحت الاحتلال يريد دولة، هناك مستوطنات تضغط على الوجود هذا الشعب، هناك سياسة من الصلف والتعنت والتعسف الإسرائيلي يجب أن ينظر إليها المجتمع الدولي. قد يرى المجتمع الدولي أنها جريمة إرهابية، ولكن الإرهاب الأكبر هو ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وبالتالي وكانت هذه يعني عفوا للمقاطعة أستاذ شريف، وكانت حديث وتعاطف وعدد كبير من الدول سواء مجلس الأمن أو حتى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحديث حتى عن الجانب اليمين الإسرائيلي وأنه كان بيعتدي في الفترات السابقة، وحذر بذلك أيضا الرئيس أبو مازن، تحدث عن الانتهاكات للمسجد الأقصى، اعتداءات المستوطنين وتحول جماعات إرهابية منهم وما إلى ذلك. يعني كان هذا هو المنظور الدولي، وكان بدأ في الاتخاذ والتعاطف مع الشعب الفلسطيني. لو نظرنا إلى الخطاب المصري على مدى السنوات الماضية ومن قبلها طبعا، لأن مصر كانت مشغولة في أحداث داخلية تمثلت في ثورتين، وبالتالي كان نظرها إلى قيام الدولة المصرية نفسها، المحافظة على مؤسسات الدولة المصرية واستعادتها أيضا، إنما القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي. لو نظرنا إلى الخطاب الوطني المصري الرسمي سنجد أن كل ما طرحته مصر كان يستهدف إلى عملية وقف التصعيد وإلى إيجاد حلول، بدليل أن مصر شاركت في كل الاتصالات، وأن إسرائيل الآن هي على يقين من أن الدور المصري والتأثير المصري كبير، والعالم كله يدرك ذلك، بدليل أن إسرائيل طلبت أن تتدخل مصر في الاتصالات المباشرة، وهو ما يؤكد صلب وقوة الدولة المصرية ودورها المؤثر في المنطقة كبوابة حقيقية للمنطقة بلا ادعاء. نعم. طيب الجزء الآخر أيضا للحديث وهو هام، وهو يعني الفكرة الخاصة بالدعم المصري لعملية السلام والدعاء للسلام، وهذه الفكرة يعني حضرتك ذكرت، لأنه ليس فقط على الأمن الفلسطيني، نحن نتحدث عن الأمن القومي المصري والأمن العربي، لأننا نرى الغرب يعني الناحية الغربية للمنطقة العربية في ليبيا وما إلى ذلك هناك توترات، الناحية الجنوبية في السودان هناك توترات، هناك التوترات المستمرة في سوريا ولبنان وما إلى ذلك. يعني فكرة التشتت العربي ليس فقط الأمن القومي المصري وهو ما نؤمن به جميعا، لكن أيضا هو خطورة المنطقة واشتعال المنطقة في هذا التوقيت. طيب احنا نتوقف أمام نقطة مهمة جدا، وهو مبدأ الأمن القومي المصري. مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كأول دولة عملت في المنطقة مع هذه القضية. مصر هي الدولة الأولى في المواجهة. مصر تحافظ على أمنها القومي أيضا من خلال كل ما تقوم به من اتصالات، وما تستغل من نفوذها وتأثيرها الدولي هو الهدف الرئيسي، بقدر ما هو لخدمة الشعب الفلسطيني والحفاظ عليه أيضا هو حفاظ على الأمن القومي المصري. وبالتالي أنا أرى أن هناك محورين أساسيين، لازم نحن نحافظ على فكرة استعادة التماسك السياسي المجتمع الفلسطيني من الداخل، لأن فكرة نبذ الخلاف بين الفصائل الفلسطينية هي ضرورة، لأن وحدة وتماسك هذا المجتمع هو القادر على أن يوجه دفة الموقف. مصر تحاول جاهدا بما لديها من تأثير دولي ومحلي، وهو ما اعترفت به إسرائيل نفسها على مدى الساعات القليلة الماضية، وأنها إذا رغبت في أي اتصالات مباشرة بشأن الأسرى أو بغيرها لابد أن تكون مصر عنصر رئيسي فيها، وهذا حقيقة وهذه قوة مصر. إنما يعني أسأل كل أبناء الشعب المصري والعربي أن الحماسة وحدها لا تكفي، كلنا يعني متحمسون وكلنا لدينا إحساس بالظلم كبير، ولكن التوتر والتصعيد لا يصنع حلولا. وأنا أعتقد أن هذه العملية الكبيرة بكل ما تحمله من مضامين ستجعل الدولة الإسرائيلية تعيد التفكير في العملية بالكامل، لأن يد الأمن وحدها والقتل والعنف وممارسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وحدها ليست كافية، ولن تنقذ إسرائيل بالمناسبة.
يعني هذا الكلام لن ينقذ إسرائيل. إسرائيل ستكون أعتقد في خلال الفترة المقبلة مجبرة على التفاوض، لأن فكرة نظرية الأمن الإسرائيلي تتهاوى يوما بعد يوم، وفكرة المحافظة على الاستيطان وتأمين المواطن الإسرائيلي تتهاوى يوما بعد يوم. لكن أستاذ شريف، لكن التهديدات والتهديدات الصارخة، فكرة بأننا في حالة حرب، فكرة أنه تهديد لساكني وقاطني غزة، يعني هل هذا يخيف بالتأكيد الشعب الفلسطيني ويخيف الشعب العربي؟ وفكرة أنه قد، هل ذلك أيضا وهو سؤال لحضرتك يوقف المسار السياسي والحل السياسي؟ أولا المسار السياسي لا بديل عنه، يعني بس عشان نبقى بنتكلم، حتى لو وصلنا إلى أي مستوى من التصعيد في الآخر سيصل إلى مسار سياسي أو نتيجة سياسية. بالنسبة للخطاب الإسرائيلي على مدى الساعات القليلة الماضية، هو خطاب لتهدئة الشعب الإسرائيلي نفسه، لأن الضربة كانت ضربة كبيرة وعنيفة، وبالتالي هذا الخطاب أنا في رأيي هو ليس موجها إلى الفلسطينيين ولا إلى العرب. هذا الخطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني نفسه، الإسرائيلي، لأن الشعب الإسرائيلي الآن يتساءل ماذا فعلتم لحمايتنا. وده برضو سؤال خطير ومهم، فأمر طبيعي أن يصدر أو تصدر هذه التصريحات عن القيادة الإسرائيلية. ولكن الفوز في النهاية لمن يحسن إدارة هذا المشهد. إسرائيل الآن في ضغط كبير، وبالتالي مصر تتعامل بحساسية وبقوتها وتماسكها وقدرتها على التدخل والتأثير في المشهد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وهذا التحليل الوافي، الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. وللمزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. بنرحب بك يا أستاذ أشرف. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني نريد نبدأ إلى ما انتهينا إليه مع الأستاذ شريف، وعن فكرة تحليل حضرتك من ناحية الخطاب الذي وجهه نتنياهو للشعب الإسرائيلي، ويعني أستاذ شريف يعني حلله بأنه لتهدئة الشارع الإسرائيلي بعدما يعني طاله مما طاله من أحداث. كيف ترى هذا الخطاب وتأثيره بشكل كبير على الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني؟ يعني هو بالتأكيد نتنياهو الآن يخاطب أولا وأخيرا شعبه. نتنياهو يعني لقب في يوم من الأيام بلقب ملك إسرائيل، هو أكثر من ترأس الوزارة في تاريخ إسرائيل، دائما كان يحصل على أعلى يعني النقاط في استطلاعات الرأي العام، ويعني ربط اسمه بإنجازات على المستوى الاقتصادي في إسرائيل، وبدأ حياته في الخدمة في القوات الخاصة الإسرائيلية، وله أخ يعني قتل في عمليات عسكرية، وبالتالي هو بنى سمعة طيبة بالنسبة للإسرائيليين. الآن هو كل هذه السمعة تنهار، حكومته التي يعني حتى وقبل يعني حتى يعني يتضح للسادة المشاهدين، حتى قبل هذه العمليات يعني كان هناك، هذا ما سأقوله. نعم. يعني في الفترة الماضية، ولأي من أن يستقر في السلطة استعان بغلاة اليمين المتطرف، اليمين الديني، الصهيونية الدينية، ليشكلوا له أغلبية مريحة يستطيع أن يبقى بها 4 سنوات في السلطة. هؤلاء كانت مطالبهم يعني سيئة جدا فيما يتعلق بالمناصب التي طلبوها منهم، إيتمار بن جفير الذي طلب أن يكون وزيرا للأمن القومي، وهو لم يكن في يوم من الأيام رجل عسكري بل كان رجل دين متطرف، وبتسليل سموتريتش الذي طلب وزارة المالية، وفي نفس الوقت اتفقوا معه على أنه يعدل القوانين ويحد من قدرة الجهات المدنية على اختيار القضاء، ويعني اتفقوا على إصدار قانون يسمى قانون التخطي، أي أنه أي حكم يصدر ضد مسؤول سياسي الكنيسة هو الذي يقول أنه هذا الحكم سينفذ أم لا، أي أن الكنيسة هو سيد قراره، كما كان يحدث في فترة من الفترات في مصر عندما كنا نقول أن البرلمان سيد قراره. هذا خلق حالة من العداء مع
المعارضة الإسرائيلية ومع الشارع الإسرائيلي ومع القوى المدنية، وبالتالي تأكلت شعبيته بشكل كبير ولم يبقى أمامه سوى الملف الخاص بغزة وبالأمن. وأمس يعني وجه لهذا الملف الذي كان يحاول أن يستغله للإبقاء على شعبيته ضربة قاسمة لم تحدث في التاريخ من قبل. يعني هناك انفراد كامل لعقد قواته، استطاع المقاومون أن يصلوا إلى المستوطنات وأن يقتلوا وأن يأسروا يعني أعداد هائلة، بينهم أعداد كبيرة جدا من المدنيين وليسوا العسكريين، وهو من الأشياء التي تثير الغضب في إسرائيل. لذلك هو يهدد ويعني يرغي ويثبت كما يقولون لكي يعني يحاول تهدئة الإسرائيليين. وأعتقد أنه أيضا سيلجأ إلى استخدام العنف المفرط، وأنه بالفعل أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للقيام بعمليات قاسية، ويعني ولا ضابط ولا رابط بالنسبة له في هذه العملية. إذا ننتقل من هذه النقطة لأهمية بقى ما خرجت به مصر، وهنا كنت أتحدث عن سواء ما يعني خرج من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته سواء بملك الأردن أو بعدد كبير من القادة، وأهمية التهدئة أو حتى بيان وزارة الخارجية الذي كان صريحا يدعو للتهدئة وأهمية التهدئة في حماية الشعب الفلسطيني بالطبع لحماية قضيتهم وفكرة وجود دولة بحدود 67 والمطالبات المستمرة في المحافل الدولية، والناحية الثانية بالتأكيد فكرة التأثير المصري والسماع للتأثير المصري. وكنت أتحدث مع أستاذ شريف عن فكرة أنه مصر حتى يعني يتصل بها الجانب الإسرائيلي واثق فيما تدعو إليه ويستمع إليها، في حين في بعض الأحيان ما تعتدي أولا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمع أيضا للجانب المصري. يعني بالتأكيد مصر تؤكد للعالم يعني صدق رؤيتها منذ البداية بعد عدوان 2021، طلبت بتدخل دولي من أجل إجبار إسرائيل على الجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، طلبت بالبحث عن حل وتسوية سياسية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وأن يكون هناك تبادل للأسرى، وأن يكون هناك يعني تهدئة حقيقية، وأن تكون هناك مصالحة فلسطينية، وعملت على هذا. ولكن للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة يعني المفروض العنصر الضغط الأكبر في العالم على إسرائيل لم تمارس الضغط الذي كان يؤمل منها، برغم من أن الرئيس بايدن خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في 2020 وجه الشكر للرئيس السيسي وأجرى اتصالات به أكثر من مرة وأثنى على مصر وأثنى على دورها وطلب منها أن تبدأ في الشروع في إنشاء عملية تسوية، ولكن لم يستجبوا وبالتالي انهارت الأمور. الآن مصر تسعى لتجديد هذه يعني التوجهات الذي حدث يعني قد يجر كوارث على المنطقة. وإسرائيل يعني بالتأكيد تريد أن تنتقم، ولكن إلى متى ستنتقم؟ وهل ستستطيع أن تبيد الشعب الفلسطيني وتقضي عليه وعلى صوته؟ دائما عندما تقوم إسرائيل باعتداءات على الفلسطينيين سرعان ما يعني يتعافى الفلسطينيون، ثم يقومون بالمقاومة، يعودون للمقاومة والرد، وبالتالي مصر تسعى إلى يعني بناء دولية جبهة. لذلك حدثت الاتصالات مع الأردن وألمانيا وتركيا وغيرها. يعني عفوا للمقاطعة، لكن أريد أن أنوه للسادة المشاهدين أن دي لقطات حية لبعض التفجيرات القوية تحدث داخل غزة، ويعني من العدوان الإسرائيلي على الهواء مباشرة الآن يتم قصف عدد كبير من المباني داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة. هنا يعني أريد يعني أتحدث عن نقطة هامة أستاذ أشرف، وهي فكرة أنه حضرتك ذكرت أنه فكرة الاستقرار، ومصر أكدت ذلك وهو من الثوابت المصرية، أن استقرار الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية. نريد أن نوضح ذلك للمشاهد المصري والمشاهد العربي بشكل عام عن أهمية الوصول لحلول سياسية، الوصول إلى سلام ووجود دولة فلسطينية معروف لها من مؤسسات وحدود وما إلى ذلك.
يعني بالتأكيد مصر ضربت نموذجا، لأنه معاهدة السلام مع إسرائيل صمدت، لم تحدث اعتداءات، انسحبوا من الأرض، وكل المشكلات التي كانت يعني تنشأ لهذا السبب أو لذاك كان يتم احتوائها. وكانت أيضا قد عرضت على الفلسطينيين كما نعلم أن يجلسوا إلى مائدة المفاوضات، ويعني حدث ما حدث آنذاك، وإسرائيل تغيرت، والجهات التي كانت فيها كانت تؤيد السلام وتؤيد التسوية وحل الدولتين اختفت ليحل محلها المتطرفون. الآن وبعد الأحداث الأمس وأحداث العام الماضي والعام قبل الماضي، الآن يعني العالم يجد أن يدرك أنه لن يشهد السلام إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية، وأن ملايين الفلسطينيين في العالم هم قنابل موقوتة، لا يمكن أن يتخلوا عن يعني بلادهم وقضيتهم المشروعة. وفي نفس الوقت القضية مرتبطة يعني أصد بي بي في بعض القطع للصوت، يعني بستأذن حضرتك بس يعني خليك معنا أستاذ أشرف. يعني لدينا بس يعني أحد الأخبار الواردة إلينا الآن، حيث يؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة تفرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة هي في حقيقتها عهد للأمان وضمانة للسلام، فلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواء أكان هو مسلما أو غير مسلم، لقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والآية الكريمة تشدد على منع الاعتداء على المستأمن، وهو ما يسمى في الشريعة بالمستأمن أو المعاهد، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلد في إطار القانون المنظم لشؤونها، يدخل في ذلك الطلاب الأجانب، السفراء، التجار، السياح وغير ذلك. والنصوص الواردة في هذا الأمر متواترة ومتعددة، منها ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء، يعني السيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. لذا يحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن المجتمع، سائلين الله عز وجل أن يعصم دماءنا ويحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء. بالعودة مرة أخرى لأستاذ أشرف أبو الهول، يعني نريد أن نؤكد مرارا وتكرارا أيضا، يعني ما خطورة ما يجري في قطاع غزة الآن على الأمن القومي المصري، أو من يتساءل يعني ما الدور المصري، وخصوصا يعني أننا يعني جار مباشر لقطاع غزة ولفلسطين، لذلك يذكر دائما اسم مصر. يعني بالتأكيد ما يحدث في غزة يؤثر علينا، ويعني هناك مخاوف أن يؤدي رد إسرائيلي يعني مبالغ فيه في ظل التهديدات والحشد والضوء الأمريكي الأخضر إلى إجبار أعداد ضخمة من سكان غزة من الخروج منها. والخبر الذي ظهر دقائق عن قصف عنيف في غزة، أعتقد أن إسرائيل تنفذ تهديدها بإخلاء حي الدرج لكي تقوم يعني بهدم منازله، كما فعلت في عام عدوان عام 2014 عندما دمرت حوالي ثلث سكان غزة المنطقة الشرقية. وأعتقد أنها تريد أن يعني تنشئ ممرات تخليها من السكان، حتى إذا ما قررت أن تدخل بشكل بري تكون المناطق آمنة وتكون عبارة عن أنقاض وما إلى ذلك. لذلك يعني يخشى، وأخلت أيضا عدد من المستوطنات الإسرائيلية. بالتأكيد يعني هي أخلت مستوطنات، وأيضا هناك حظر تجوال مبكر في إسرائيل، وبالتالي قد نرى يعني عمليات عسكرية يعني غير مسبوقة. إسرائيل أيضا التي تمتلك ترسانة ضخمة طلبت من الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة، خاصة الأسلحة التي تم تجربها في أوكرانيا والقنابل الارتجاجية
والمزيد من صواريخ الباتريوت والصواريخ المستخدمة في القبة الفولاذية، وهذا يعني أنها يعني ستقوم بعدوان واسع النطاق ولفترة طويلة، لأن عدد القتلى الإسرائيليين كبير وعدد الأسرى كبير والمصابين كبير، وللأسف الشديد معظمهم من المدنيين، يعني كما أثبتت يعني الأحداث أنه كانوا مدنيين وفي معظمهم، وبالتالي إسرائيل تبرر للعالم أنه المدنيين الإسرائيليين هم من تعرضوا للعدوان، وبالتالي يعني حصلت على مباركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وأطراف أوروبية، وستحصل على مزيد من المساعدات، بل أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية تقوم الآن بحشد دول غربية المساندة إسرائيل كما فعلت في أوكرانيا وغيرها، وكما فعلت في حروب 67 و73 وغيرها، وبالتالي هذا قد يؤثر علينا، يؤثر بسبب عدم الاستقرار في غزة، يؤثر على محاولات البعض وخاصة يعني من يريدون الصيد في الماء العكر الذين سيطالبون مصر بفتح معبر رفح على مصراعي، ربما يعني لكي نشهد أزمة لجوء ونشهد مخيمات وما إلى ذلك، وهو ما تريده إسرائيل، تريد الاستقرار لغزة، تريد الاستقرار لفلسطين، تريد السلام لكل الشعوب بما فيها الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة والعالم، لأنه بدون استقرار وبدون سلام لن يأتي سائح ولن يأتي استثمار، وستكون المنطقة كلها في مهب الرياح. نعم، يعني برضو يعني نقطة هامة حضرتك ذكرتها، وهو فكرة الدعم الأمريكي، ورأينا خروج عدد من القادة في أوروبا وفي أمريكا، يعني الجانب الفرنسي، الجانب الألماني، يعني عدد كبير من القادة يعني أكدوا دعمهم للجانب الإسرائيلي، يعني مدلولات ذلك وأهمية أن يعي المواطن ويعي يعني المواطن المصري والمواطن العربي بشكل عام عن أيضا خطورة أنه يأخذ ضوء أخضر من قادة الدول المتقدمة أو الغرب بوجه الخصوص. للأسف يعني أديرت المعركة الإعلامية أمس بشكل سيء، الصور التي خرجت من غزة لمدنيين إسرائيليين يتم إذلالهم، وأيضا المعلومات التي خرجت عن يعني جلب مدنيين سواء فتيات أو سيدات كبار السن أو أطفال كأسرى لغزة، وقيل شيء غريب جدا، قيل أنه عندما هجم المقاومون منطقة الغلاف أسروا الجنود وقتلوا جنود، لكن بعد ذلك سمح للمدنيين من منطقة خان يونس لكي يذهبوا إلى المستوطنات، فهم الذين جلبوا المدنيين الإسرائيليين، وبالتالي هذه الصورة انتقلت للعالم، والصور بعضها جاء من مصورين فلسطينيين، وأنه الذي يتعرض للعدوان هو شعب مدني أعزل، وأنه حدثت مذابح، كان هناك حفل سائر بمناسبة اليوم الأخير في الأعياد الإسرائيلية، أصبح يعني لديهم حجة، أصبح لديهم حجة وحجة قوية ومبرر، وربما هذا سيؤدي لمساعدات غربية لإسرائيل التي لا تحتاج أساسا لمساعدات من خلال روسيا والأسلحة الأحدث والقناة الارتجاجية وغيرها لاستخدامها في. أنا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا، الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام.
وللمزيد ايضا ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ احمد جمعه الكاتب الصحفي. بنرحب بحضرتك استاذ احمد. استاذ احمد مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن يعني لنعيد الفكرة مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن من السادة المشاهدين عن الثوابت المصرية والدعوة للتهدئة لها العديد من الأسباب، سواء حماية الأمن القومي المصري من ناحية، حماية الشعب الفلسطيني يعني نفسه من الاعتداءات التي تدور بعد هذه العمليات وما إلى ذلك، وأيضا استقرار المنطقة بشكل كامل، منطقة الشرق الأوسط. بعد التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام، بالتأكيد الثوابت المصرية التي تعمل عليها القاهرة وفق الدبلوماسية المصرية أو حتى القيادة السياسية هو ضرورة حل هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، عودة اللاجئين وأن يعيش الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب بجانب الإسرائيليين بعيدا عن أي تصعيد أو أي عنف. لكن للأسف خلال الفترة الأخيرة الجانب الإسرائيلي رفض بشكل كلي الجلوس على طاولة المفاوضات والعودة إلى مسار السلام الذي دعت إليه القاهرة. القاهرة تحركت في عدة مسارات، مسار دبلوماسي عبر إطار ميونخ أو مسار ميونخ ما بين مصر والأردن وألمانيا وباريس وفرنسا. هذا المسار عملت من خلاله القاهرة على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي للعمل على تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بالضغط على إسرائيل، سواء اقتصاديا من خلال استخدام ورقة المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، أو الضغط دبلوماسيا على الجانب الإسرائيلي للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات المجددة. لكن للأسف الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، يعني أحد أبرز الوزراء المتطرفين والمتشددين في هذه الحكومة، يرفضون كلية الجلوس على طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا أدى إلى تعثر عملية السلام بشكل كامل في الشرق الأوسط، وكان لذلك تداعيات كبيرة في المنطقة أيضا مع تدخلات خارجية، تدخلات إقليمية سعت إلى إشعال الإقليم مجددا من خلال استخدام ورقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وبالتالي يبقى المهم العودة إلى مسار التهدئة والانخراط في عملية السلام كما دعت القاهرة خلال السنوات الماضية. يعني كان هناك دعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان له خطابا شهيرا في محافظة أسيوط، ودعا فيه إلى ضرورة تفعيل عملية السلام وأن يتفاوض الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمضي في مسار السلام. انطلق قطار السلام في هذه اللحظة. عملت مصر على إجراء اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا دول الاتحاد الأوروبي، الرباعية الدولية أيضا عملت القاهرة على تنشيط هذا المسار، إلا أن الجانب الإسرائيلي كان دوما يضرب عرض الحائط بأي تفاهمات أو أي تحركات ويرفض كلية الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا ما خلق نوع من الإحباط الكبير لدى الشارع الفلسطيني ولدى الشعوب العربية التي ارتأت في هذا التعنت الإسرائيلي دفعا نحو تصعيد غير محسوب ويمكن أن يؤدي إلى انفجار واسع وانفجار كبير سيدفع ثمن الجانب الإسرائيلي أولا والمنطقة ثانيا، وهذا ما لمسناه خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت، وكان لها تداعيات كبيرة. يعني أرى عاجل الآن ارتفاع عدد الضحايا والقتلى الإسرائيليين إلى 700 قتيل وأكثر من 2250 و300 في حالة خطرة. يعني يمكن أن نتوقع غدا أن يصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 قتيل. هذا نتيجة للعنف، هذا نتيجة للتصعيد. هل مزيد العنف يعني في وجهة نظر حضرتك، يعني هي نظرة تحليلية، هل بعد ما كان الشعب الإسرائيلي أيضا يعني ثائرا على اليمين المتطرف وعلى نتنياهو في الفترة الماضية وكان يدعو حتى العديد من المواطنين للسلام، هل مزيد من العنف يريح الآن الشعب الإسرائيلي أم أنه يريد مزيد من السلام في وجهة نظرك؟ العنف لا يولد إلا العنف، والشرع الإسرائيلي أيقن هذا الأمر وأدرك خطئه باختيار حكومة يمينية متطرفة. هذه الحكومة نفسها لم تتمكن ولم تستطع من لم تستطع يعني
كما يقول لجنة الجانب الفلسطيني، سواء الفصائل المسلحة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ودفعها إلى عدم التصعيد، بل على العكس تماما، هذه الحكومة المتطرفة بإجراءاتها الاستفزازية، سواء بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، كل هذا أدى إلى تأجيج الوضع، أدى إلى مزيد من العنف، حالة الاحتكاك من قبل جيش الاحتلال في الضفة الغربية باقتحام جنين ونابلس وقلقيلية وعدد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التي كانت تقاوم بشكل شعبي في الضفة الغربية، إلى أن هذه المقاومة تحولت إلى مقاومة مسلحة ردا على الجرائم الإسرائيلية. يعني يمكن أن نحصر عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العام الجاري حوالي 570 شهيد، منهم 370 سقطوا بالأمس واليوم فقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أن هذا العام هو عام دامي، وهو نتيجة للسياسة الإسرائيلية الدامية. هذه الحكومة المتعطشة للدماء والعنف والقتل والسحل تدفع الآن فاتورة باهظة نتيجة هذه السياسة المتعنتة وهذا التصعيد. حذرت مصر دوما من فكرة اللجوء إلى التصعيد المستمر والاستفزازات الإسرائيلية، إلا أن الجانب الإسرائيلي كان لا يستمع إلى أي تحذيرات من الدول المنخرطة بشكل كامل في الملف الفلسطيني وتعمل على إرساء الأمن والاستقرار، وها هي إسرائيل تدفع فاتورة باهظة لعنفها واستفزازاتها وإجراءاتها التصعيدية حتى ضد عرب الداخل. العرب الذين يعيشون داخل إسرائيل كان هناك تصعيدا كبيرا وعنصرية كبيرة تمارس ضدهم، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير من سياساتها ودعمها الأعمى للجانب الإسرائيلي الذي يرتكب المزيد من العنف، يرتكب المزيد من الجرائم. العنف مرفوض بشكل كامل من الجانبين، لكن الشعب الفلسطيني يقاتل من أجل حقوقه المشروعة، هو لجأ إلى كافة السبل، إلى كافة المسارات، لم يستمع إليه العالم أبدا. لكن أهمية التهدئة الآن حتى يعني يستطيع الوصول حتى للحلول السياسية، وكان يعني أغلب المشاركين والخبراء والسياسيين يتحدثوا عن أهمية الوصول للحلول السياسية، لأن وحدك ذكرت أن العنف لا يأتي إلا بعنف أكثر. صحيح أستاذ محمود، يعني لا أخفيك سرا أن التهدئة ستكون صعبة للغاية. هناك أسرى يحملون الجنسية الأمريكية من أطفال ونساء وبعض المستوطنين الذين كانوا يعيشون في الجنوب. الولايات المتحدة الأمريكية تركز على هذا المسار بشكل كبير وتدعو إلى ضرورة الإفراج عنهم وتتحرك وفق عدة مسارات. هذا مسار. المسار الآخر، الفصائل الفلسطينية الآن لديها نوع من الانتعاشة والنشوة والشعور بالانتصار، وهي لا تريد أن تفرط في هذا الانتصار وتريد ممارسة المزيد من الضغط تغيير السياسات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية، خلق واقع سياسي وعسكري جديد في الأراضي المحتلة. ما حدث في 7 من أكتوبر الجاري سيغير المعادلة بشكل كامل على كافة الأصعدة، وبالتالي يجب أن تتعامل إسرائيل بمزيد من العقلانية وأن تعود إلى المفاوضات، إلى السلام، ولعل تعيين نتنياهو لجال هيرتش مسؤولا لملف الأسرى الذين احتجزوا لدى الفصائل الفلسطينية هو مؤشر إيجابي على وجود نية إسرائيلية للتفاوض والعودة إلى التفاوض، وأنها كلفت مسؤولا وقائدا عسكريا سابقا في جيش الاحتلال بتولي هذا الملف الهام. أكثر من 100 أسير بحوزة الفصائل الفلسطينية، جزء كبير منهم يحملون الجنسية الأمريكية، وهو لكن بتعتقد حضرتك أنه من الممكن أن ينتهي هذا الصراع أو هذه الصحوة وهذه يعني الصراعات المستمرة الآن بتبادل للأسرى أو ما إلى ذلك، أم من الممكن أن يزيد الموضوع؟ أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا قادما خلال الأسابيع الأربع المقبلة. هذا التصعيد ستستخدم خلاله إسرائيل آلة عسكرية خشنة، سيتم اللجوء إلى إجراءات صعبة للغاية، إخلاء المزيد من الأحياء السكنية وتدميرها بشكل كامل، تدمير البنية التحتية، عدم الإنصات إلى أي محاولات للتهدئة. إسرائيل لديها غضب عارم، تريد أن تفرغ هذه الشحنة في قطاع غزة قبل أن
يعني تجلس على طاوله المفاوضات، علما ان حكومه بنيامين نتنياهو انتهت سياسيا بعد هذه العمليه التي اطلقتها القوات الفلسطينيه. نتنياهو انتهى سياسيا، بن جفير، سموتريتش، كافه الوزراء المتطرفين في هذه الحكومه انتهوا سياسيا، واقعيا لا وجود لهم في المستقبل. واعتقد ان هناك لجنه تحقيق ستشكل في اسرائيل للتحقيق معهم حول هذا الاخفاق الكبير. لكن يبقى المهم الان هو العوده الى الهدوء التام، العوده الى التهدئه وفق الوساطه المصريه التي نشطت خلال السنوات الماضيه بشكل كبير ونجحت في تجنيب المنطقه المزيد من العنف. لكن التعنت الاسرائيلي وحاله الصدف التي كانت تتعامل بها حكومه الاحتلال الاسرائيلي ادت الى هذا المشهد، هذا المشهد الدامي الذي يرفضه الجميع، علما ان اسرائيل نجحت بشكل كبير خلال الساعات الماضيه في تحشيد موقف دولي كبير نتيجه المقاطع المصوره التي اظهرت المزيد من العنف الذي مورس من قبل الفصائل الفلسطينيه ضد بعض المستوطنين وجنود جيش الاحتلال. وبالتالي الموقف الفلسطيني هو الفلسطينيين في موقف حرج، ويجب ان يبرروا هذا الفعل الذي قاموا به، سواء بالإشارة أن هذا الفعل فعل فردي ولا يمثل موقف الفلسطيني العام، ويجب إدانة هذا الأمر. لأن ظهور هذه المقاطع للأسف وفق متابعتنا للصحافة الدولية وللصحافة الإسرائيلية هناك دعم قوي ودعم أعمى من قبل الدول. وهل ممكن أن يحدث ذلك يعني من قبل الفلسطينيين؟ ونحن كنا نتحدث حتى عن الوساطة المصرية لإعادة ترتيب الأوراق داخليا بين الفصائل الفلسطينية وما إلى ذلك؟ يمكن أن يحدث ذلك في حال اتفقت الفصائل على رؤية موحدة، رؤية سياسية ورؤية عسكرية موحدة يتم الاتفاق عليها، ويكون الخطاب خطاب موحد بعيدا عن خطاب الانقسام والتشتت الذي كان هو المسيطر والمهيمن على المشهد الفلسطيني خلال السنوات الماضية. الدور المصري هو الدور الأهم والدور الأبرز والدور المرحب به بشكل كبير من الجانب الفلسطيني، كون مصر تتعامل بكل وضوح وشفافية ولا تتاجر بالقضية الفلسطينية مثلما تفعل أطراف إقليمية تحاول إشعال الوضع بشكل أكبر داخل القطاع. هناك أطراف إقليمية تريد إزكاء هذا الصراع وتأجيجه بشكل كبير، ولا تلتفت إلى الفاتورة الباهظة التي يمكن أن يدفعها الشعب الفلسطيني. الضحايا بالمئات حتى الآن، وسيصل العدد إلى آلاف الضحايا، وانهيار بنية تحتية تدمر، حصار مستمر، قطع كهرباء، عدم وجود أي سبل للحياة. وبالتالي يجب أن تنتبه إسرائيل لهذا الأمر كي لا يتحول الانفجار إلى انفجار شعبي كبير وليس انفجار فقط من الفصائل المسلحة، لأن الناس في قطاع غزة يعني هم أموات وليسوا أحياء، يرون أنه يمكن أن يخلقوا إنجازا لأبنائهم في المستقبل من خلال القيام ببعض العمليات، سواء العمليات الفردية من مواطنين فلسطينيين بعمليات في الداخل الإسرائيلي، وهذا سيؤدي لمزيد من الصراع وسيكون لهذا تداعيات كبيرة على دول المنطقة. طب أنا آسف أستاذ أحمد، ويعني أنا لا أريد أن أطيل على حضرتك، لكن في نقطة هامة، يعني الدعوات، يعني مثلا ننتظر كلمة وننتظر جلسة خاصة في مجلس الأمن، هناك دعوة من بعض الدول العربية في اجتماع يعني عاجل لجماعة الدول العربية، هل المؤسسات الدولية من الممكن أن يكون لها دور كبير في هذه الفترة، أم أيضا للأسف سننتظر يعني الرد ثم الجلوس على طاولات أيا كانت يعني أو أينما كانت هذه الطاولة؟ لنكن صادقين، للأسف يعني الأمم المتحدة مجلس الأمن لم يكون قادرا على إلزام أي طرف بتفعيل أي قرار يصدر عن مجلس الأمن. هناك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لم تلتزم بها إسرائيل أبدا، والجانب الفلسطيني يطالب بأن يلتزم الجانب الإسرائيلي بالقرارات الأممية حتى يتعامل بشكل إيجابي ونشط مع كافة القرارات التي تصدر على الجانب الآخر. هناك حاجة إلى تغيير الآلية التي يتم من خلالها استصدار هذه القرارات كي لا يتم إدارة الأزمة. مشكلة الأمم المتحدة، مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط أو المبعوث الأممي في سوريا أو ليبيا أو العراق، كل هؤلاء المبعوثين الأمميين يعملون على إدارة الأزمات وليس حلها،
وهذا هو بيت القصيد، لابد أن يتم تغيير هذا الميثاق الأممي، وكذلك الجامعة العربية يجب أن يكون هناك آلية نشطة لتفعيل القرارات التي يتم اتخاذها، بحيث لا تكون هذه القرارات مجرد بيانات تصدر ولا يمكن تفعيلها. هذا الأمر ينطبق أيضا على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يجب تحديث ميثاق الأمم المتحدة، وقد طالبت مصر على لسان السيد سامح شكري مرارا وتكرارا بضرورة إيجاد آلية فاعلة يتم من خلالها تفعيل القرارات الأممية التي تصدر، بحيث لا تعمل الأمم المتحدة على إدارة الأزمات فقط وليس حلها. نحن بحاجة إلى آلية فاعلة ونشطة يمكن من خلالها تفعيل القرارات. لو فعلت القرارات الأممية التي صدرت خلال العقود الماضية، سيحصل أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عودة اللاجئين، حل هذا الصراع. لكن إسرائيل تضرب عرض الحائط بهذه القرارات الأممية ولا تريد تفعيلها ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات، وبالتالي نحن نعود إلى نقطة الصفر. لكن أنا وجهة نظري أعتقد أن الحالة التي خلقتها العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل تحت اسم طوفان الأقصى سيكون لها دور كبير في تحريك المياه الراكدة، والعمل على تفعيل مسار السلام سيكون لمصر دور كبير في هذا الأمر. أعتقد أن الفصائل الفلسطينية ستتجاوب بشكل كبير مع الوساطة المصرية باعتبارها الوساطة الأكثر نشاطا والأكثر احتراما للدور الفلسطيني وتقديرا لهذا الدور، وعدم التلاعب بالملف الفلسطيني مثلما تفعل أطراف أخرى. وبالتالي يبقى الدور المصري الدور الأهم، هو الدور المركز عليه، وهذا ما ينعكس على التواصل مع القيادة السياسية في مصر من عدد من قادة وزعماء العالم، وكذلك وزراء خارجية دول إقليمية ودولية مع السيد سامح شكري، والتأكيد على الدور المصري الهام في العودة إلى التهدئة التي أقرتها مصر في عدد من المناسبات وعدد من الحروب السابقة، ونتمنى أن تنجح في يعني وقف هذا العنف، وهو ما نتمناه للشعب الفلسطيني بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وهذا التحليل الوافي للأستاذ أحمد جمعة الكاتب الصحفي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الساعة من التغطية الحية على شاشة إكسترا نيوز، لكن انتظرونا بعد قليل وتغطية أخرى وساعة أخرى من الأخبار. أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق طيار محمد حسني مبارك. ولد الفريق طيار محمد حسني مبارك في محافظة المنوفية في 4 مايو 1928، وتخرج في الكلية الحربية عام 1948، وعقب تخرجه شارك في حرب فلسطين، والتحق بمدرسة الطيران في 1 فبراير عام 1949، وتخرج فيها ضابط طيار مقاتلات في مارس عام 1950. حصل على دورة تدريبية على القاذفات الخفيفة من الاتحاد السوفيتي، وتولى قيادة لواء القاذفات الخفيفة بعد عودته من الاتحاد السوفيتي. ونظرا لكفاءته تولى منصب مدير الكلية الجوية في 2 نوفمبر عام 1967، وأعاد بناء القوات الجوية خلال حرب الاستنزاف. وفي يونيو عام 1969 رقي استثنائيا إلى رتبة العميد، وعين رئيسا لأركان القوات الجوية. وفي 24 إبريل عام 1973 تم تعيين اللواء أركان حرب طيار محمد حسني مبارك قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الحربية. ساهم بتخطيط وإدارة وقيادة الضربة المركزة وأعمال قتال القوات الجوية خلال حرب أكتوبر بكل مراحلها،
وفي 16 من أكتوبر عام 1973 تمت ترقيته استثنائيا إلى رتبة الفريق، ثم اختاره الرئيس السادات نائبا لرئيس الجمهورية في 16 من إبريل عام 1975. وبعد وفاة الرئيس السادات تولى رئاسة الجمهورية في 14 من أكتوبر عام 1981، وفي 25 من فبراير عام 2020 انتقل إلى جوار ربه، تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات العسكرية. بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، القانون بيدي أي مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكن طبعاً في شروط وضوابط، وهي أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، أن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها. وعشان أي ناخب يؤيد أي مترشح عليه التوجه إلى أقرب شهر عقاري ومعاه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي. بس خلي بالك إنه ممنوع قانوناً إنك تؤيد أكتر من مرشح، أو إنك تؤيد نفس المرشح أكتر من مرة. هما 9 شروط، لا أكتر ولا أقل. الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك، صوتك هيوصل. والله ما هنسى اليوم ده يا استاذ محمود. مسكت الورقه دي وقعدت ابص لها وقلت انا مستقبلي في الورقه دي. قلت له ان انا حققت اكمل مشهد. عمل فيه حاجه فظيعه. لن انسى هذه اللحظه في حياتي. قلت له يا ابني انا في فيلم باسمك اسمه ابو علي مش هتتفرج عليه؟ قال لا انا اصلا ما بحبش اتفرج على الافلام القديمه. قلت له قديمه مين يا ابني؟ اهو كده كلام. ايوه كده. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watch.com. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية على شاشة إكسترا نيوز. نخصص هذه الساعة للحديث عن تنمية الصعيد، وهذا الملف الذي شهد تحقيق إنجازات كبيرة في زمن قليل بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة لأبناء محافظات الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لهم. كانت توجيهاتي واضحة للحكومة وكافة أجهزة الدولة نحو المضي قدما في مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد. على مدار العشر سنوات الأخيرة حظي صعيد مصر باهتمام بالغ من الدولة من خلال وضع خطط متكاملة لتنمية محافظات الجنوب في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين، بصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد. نوضح لحضراتكم أن الاهتمام بالصعيد انعكس بتخصيص ميزانية استثمار تصل ل 1.8 تريليون جنيه في مشروعات تنموية بالصعيد،
وهذا الرقم الضخم لم ينفق من قبل أو من قبل في تاريخ الصعيد. هذه الطفرة تشهدها محافظات الصعيد انعكست على ملامح التنمية. ونتحدث تحديدا عن مجال الزراعة، وحسب الخطة الخاصة بالتنمية الزراعية لعام 2023-2024 في عدد من المشروعات التنموية بمجال الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال هذه الفترة. وللمزيد من التفاصيل والنقاش حول تنمية الصعيد تحديدا في المجال الزراعي انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني نريد أن نبدأ بالحديث عن هذه الطفرة التي نتحدث فيها، ونتحدث ليس فقط عن المنتجات أو الصادرات الزراعية، لكن زيادة الاحتياطات من عدد كبير من المحاصيل الزراعية، التنمية المستمرة لوسائل الري الحديث والزراعة الحديثة، حتى الفلاح المصري وتنمية للعنصر البشري. يعني زي ما حضرتك تفضلت في التقرير الكريم، احنا بنتكلم على تنمية حصلت في الصعيد سواء على المستوى المحور الزراعي او الاجتماعي او الصناعي او البيئي، وكل ده تم بمشاركة اهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية وبالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. وفي الواقع الدولة اهتمت بالوجه القبلي على وجه الخصوص عشان تحدث فيه نقلة نوعية تمس تمكين المواطن وتوفير سبل حياة كريمة له. نعم. طيب أنا بستأذن بس حضرتك يا دكتور عشان يعني لتكتمل هذه الرؤية، يعني لدينا بس خبر عاجل ونعود لهذه النقطة حتى يتضح أو تتضح النقطة كاملة. ننوه لهذا النبأ العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث بحث الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأشار إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. وبالعودة للشأن المحلي وتحديدا المجال الزراعي كما ذكرنا مع حضراتكم في محافظات الصعيد، وبنعود لحضرتك مرة تانية دكتور أحمد، وكنت تتحدث على هذه النقطة أو المجالات المختلفة، يعني ليس فقط على الجانب الزراعي، لكن كنت ستبدأ يعني الحديث عن الجانب الزراعي. نعم. فلما نيجي نتكلم على الجانب الزراعي بنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي تخص البنية التحتية بتاعت هذا الجانب، فنلاقي مشروعات كان فبنلاقي ان تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروع. هذه المشروعات تنوعت ما بين اعمال تأهيل للترع واحلال وتجديد للمنشآت المائية واعمال تطوير الري والحماية من اخطار السيول وحفر الابار وتجهيزها بالطاقة الشمسية. كمان اتعمل شبكات للرفع الخاصة بالمياه، وتم تأهيل ترع بأطوال ما يقرب من 2470 كيلو متر بكلفة تقترب من 9 مليار جنيه في محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وإنا وأسوان. بنشوف مشروع إنشاء قناطر ديروت الجديدة، ودي بتقدم خدمة لزمام يقترب من 1.6 مليون فدان في 5 محافظات كانوا أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. بنشوف كم الإزالة للتعديات اللي خاصة على نهر النيل والمجاري المائية، وهذا التحديث اللي تم في الري كان يهدف إلى التوسع في مساحات لأراضي مستصلحة جديدة عشان نبدأ نرشد لها المياه ونوفرها لها. بنشوف مع هذا الكلام إن هناك 14 مدينة جديدة تم إضافتها في منطقة الصعيد. لما نيجي نستعرض هذه المدن ما بين مدن بيقام فيها مساحات مستصلحة لأراضي زراعية وفي نفس الوقت بيقوم عليها مجتمع صناعي سواء يعتمد على التصنيع الزراعي أو الغذائي أو الصناعات الأخرى، زي ما شفنا مدينة ناصر غرب أسيوط، ودي كان مساحتها حوالي 6000 فدان ومتوقع أن تستوعب حوالي
345,000 نسمة. اما نشوف مدينة غرب هنا مساحتها برضو حوالي تقترب من 9000 فدان وبتستوعب حوالي 550,000 نسمة. نشوف مدينة توشكا الجديدة اللي هتبلغ مساحتها حوالي 3 فدان لاستيعاب 80,000 نسمة. ثم مدينة أسوان الجديدة، ثم بعد كده مدينة ملاوي الجديدة، ثم مدينة الفاشن وسفنكس ومدينة أسيوط الجديدة وفيفا الجديدة والسويس الجديدة. أنا بقول ليه المدن دي؟ يعني أريد أن أتضح هذه الفكرة وفكرة الأعداد لوجود حياة ووجود هذه الأعداد من النسمات. لأن الخطة اللي وضعتها القيادة السياسية وبتقوم بتنفيذها الحكومة هي تعتمد على التنمية المستدامة، وهي لا تعمل للآن فقط بل تعمل لأجيال قادمة. ولما نشوف المجهودات اللي تمت من مشروعات عشان تبقى مشروعات قائمة على الزراعة بالتوازي مع المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بالتوازي مع مشروعات الري، نلاقي برضو مشروعات خاصة بإنتاج ذات صلة بالزراعة. لما شفنا إعادة الهيكلة وتطوير مصنع قيمة في أسوان اللي خاص بالأسمدة، هو أيضا له علاقة بالزراعة عشان نوفر السماد، لأن السماد هو الغذاء بتاع الزراعة. لما نشوف محطة بان اللي هي بتاعت الطاقة الشمسية العملاقة، هي برضو أساسها لأنها توفر كهرباء وبنية تحتية عشان اللي احنا شايفينه على الشاشة اللي هي أجهزة الري المطور دي عشان تلف وتستخدم مواتير محتاجة طاقة. فعشان نوفر هذه الطاقة ونوفر السماد ونوفر المية، دول البنية الأساسية اللي هنقدر نتوسع بيها ونستصلح بيها الأراضي ويقدر أقوم عليها مجتمع متكامل. لما نشوف برضو المشروعات اللي اتعملت عشان تحقق الاكتفاء من الأمن الغذائي وتعمل الاكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية اللي زرعت في الأراضي اللي احنا أشرنا إليها المستصلحة دي، لما نشوف المحطة اللي اتعملت لإنتاج شتلات القصب، لأن القصب مساحته كبيرة جدا بيبلغ قوامه حوالي 340 مليون فدان، أنا آسف 340 ألف فدان منزرعة في وجه إبلي بالقصب، وهناك خطة لتطوير ورفع كفاءة إنتاجية القصب في محافظات الوجه الإبلي. فتعمل محطات كبيرة جدا بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد عشان تنتج الشتلات اللي خاصة الجديدة بتاعة القصب اللي هي هتزود الإنتاجية. لما نشوف المشروع اللي اتعمل لرفع كفاءة وتطوير مزارع الدواجن بقرية العزب بالفيوم وإنتاج سلالات دجنة أصيلة وإنتاج بيض، ولما نشوف بعد كده المجزر الآلي اللي اتعملت في أبو قراص بالمنيا، لما نشوف بعد كده الكفاءة بتاعة الطاقة الإنتاجية لهذه المزارع اللي هتدي 1.8 مليون طائر سنويا، ودي كل ده بتوفر فرص عمل كبيرة. لما نشوف مزرعة الدواجن اللي اتعملت لإنتاج بيض المائدة بقرية السوشة بصملوط بالمنيا، كل هذه المشروعات الزراعية كان الغرض منها هو إحداث نوع من بوابة لتوفير عمالة، والعمالة دي لما بنفتحها في الصعيد بتبدأ تعمل لي نوع من التشغيل لأولادنا والأولاد القادمين. وفي نفس الوقت اتعملت مع بالتوازي مع حياة كريمة، ازاي نمكن المرأة المصرية في الوجه الإبلي عشان نحسن من الدخل بتاع الأسر، ازاي نعمل تمكين للمرأة. وتعمل مشروع كبير جدا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومع هيئة تنمية الصعيد اسمه مشروع الرائدات الريفيات، ازاي ارفع من الوعي عندهم، ازاي انمي الحرف اليدوية عندهم، ازاي اعمل مشروعات تعاونية عشان نحسن من الحالة الاجتماعية بتاعتهم، وان انا وطن الصناعات اليدوية في خلاف في المحافظات الخاصة بالوجه إبلي، ازاي اعمل مشروعات خاصة بالنباتات الطبية والعطرية لأنها طبعا ليها ميزة نسبية في بعض مناطق الصعيد وبتطلع بجودة عالية، ويتعمل بالغرار جنبها صناعات تقوم هذه الصناعات على صناعة الأعشاب الطبية واستخلاص العطور. كل ده احنا شغالين فيه، وبالتالي احنا لو جينا يعني نشوف الكلام ده في الآخر ايه، في الآخر يدل على استدام مجتمع، يدل على أن يحصل طفرة نوعية في الصعيد. وأنا لما اتكلمت هنا اتكلمت على جزء بس يخص الجانب الزراعي طبعا. بخلاف ما يحدث من مشروعات هامة جدا الغرض منها هو حياة كريمة للمواطن
سواء على يعني على او المردود الايجابي بشكل عام لهذه المشروعات ايا كانت في على حياه المواطنين. انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور احمد ابو اليزيد الاستاذ بكليه الزراعه جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. نجحت مصر ايضا في النهوض بمحافظات الصعيد بكافه المجالات، ووجهت الدوله استثمارات بلغت 1,800,000,000,000 جنيه لتنميه الصعيد من خلال التركيز على معالجه الفجوات التنمويه وانشاء مشروعات عملاقه توفر فرص عمل للشباب. المزيد في هذا العرض. مستمرين أيضا مع حضراتكم مشاهدين الكرام في التغطية عن ملف محافظات الصعيد والطفرة التنموية التي شهدتها خاصة أيضا في المجال الصناعي،
وكيف لعبت الدولة دورا مهما في تنمية محافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية والمنشآت التي ساهمت وبشكل كبير في نهضة صناعية تساعد أبناء الجنوب على توفير فرص العمل وزيادة الدخل. الدولة أولت اهتماما كبيرا بالتصنيع خاصة بالمحافظات التي تحتاج لمزيد من التنمية مثل محافظات الصعيد والتي تنتشر بها الحرف والصناعات الصغيرة والبدائية أو اليدوية. للحديث أكثر عن هذه النهضة الصناعية بمحافظات الصعيد وكيف تم انعكاس ذلك على أهلها ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار. بنرحب بحضرتك يا دكتور على شاشة إكسترا نيوز. تحياتي لسيادتك يا فندم أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. ويعني لا تنمية بدون صناعة أو زراعة، تحدثنا منذ قليل عن الناحية الزراعية والاهتمام في ملف الصعيد على النهضة الزراعية، أيضا النهضة الصناعية كان لها دورا كبيرا يعني في كل محافظات الصعيد، وبالتأكيد أيضا مع المشروعات المختلفة لحياة كريمة، مع أيضا مبادرة ابدأ الصناعية وما إلى ذلك، تم الاهتمام بمحافظات الصعيد وعدد كبير من المحافظات تم إدخال فيها عدد كبير من الصناعات، سواء حتى الصناعات الكبيرة أو حتى الصناعات اليدوية. الحقيقة طبعا باعتبار الصعيد تمثل بؤرة هامة أو وكذلك ركيزة أساسية في التنمية في الدولة المصرية، فكان هناك جانب لها حظ كبير وجانب كبير جدا من الاهتمام على أساس أن هو يحصل ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة أن يرتفع فيها نسبة معدلات التنمية، وده مش هيتم غير استثمارات كثيرة وقوية، بنفس الوقت كمان جذب الاستثمارات المختلفة إليها، وكذلك كمان زيادة نسبة التشغيل في مناطق الصعيد، وده حقها لعدة أسباب. أولا أن عندها مساحات واسعة، طاقتها جميل، عندها قدرة على استيعاب الاستثمار الزراعي والصناعي. بخصوص التنمية الصناعية، فالدولة الحقيقة أخدى مجال كبير واهتمام كبير بالتنمية الصناعية عشان تبدأ من هنا زيادة القيمة المضافة وتحويل اقتصاد الدولة من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة أخلاقية واقتصاد معرفة. وعليه بتيجي هنا أهمية الصعيد. الصعيد بيها أكبر نسبة من رأس المال البشري، يعني فيها أكبر طاقة من رأس المال البشري اللي هم العمال والموظفين والقوة القادرة على الإنتاج والقوة القادرة على تحريك الإنتاج في هذه الحالة، وهم معظمهم بيعمل نزح أو تحويل من الصعيد إلى القاهرة أو العواصم الكبرى. فإذا في هذه الحالة لما أودي تمنع هجرة داخلية أو حتى الهجرة الخارجية، هجرة داخلية كمان لما أودي الصناعات هناك، فأنا بستفيد بهذا رأس المال البشري وهو أفضل ما تملكه الدول وأكبر نسبة موجودة في الصعيد. النقطة الثانية، الصعيد بها موارد طبيعية كبيرة جدا وبها إمكانات كبيرة سواء من حيث التصنيع الزراعي أو حتى التصنيع التعديني أو أي مجالات من التصنيع. من هنا كان هناك ثلاث استراتيجيات للدولة الحقيقة لازم تقوم بيها أو عملت عليها. أول حاجة وهو تنفيذ مشروعات القومية على أساس أنها تقدر تحقق نسبة عائد كبير ونسب تنموية، وبالتالي في هذه الحالة تعتبر أساس في بناء التوطين الصناعي أو أساس في المجمعات الصناعية. النقطة الثانية الحقيقة كان لازم تجذب الاستثمارات. إيه الصناعات اللي هتكون موجودة فيها؟ كل أنواع الصناعات الموجودة، لكن هبدأ بالاحتياجات الأساسية وده موجود في حياة كريمة أو غيره، اللي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عشان سيادتك في المداخلة أو في الأول قلت إن هو عشان نستخدم موارد الناس. الصعيد فيها قدرة عالية على الحرف اليدوية والحرف البيئية، وبالتالي في هذه الحالة كان لازم الدولة تيسر لهم على الحصول على الأموال والحصول على القروض، وفي نفس الوقت الدراسات اللي تقدر يقوموا بيها على الصناعات البيئية عشان تقدر هناك صناعات حرفية يقدروا من خلالها يصدروا، أولاً يعيشوا في نفس الوقت يصدروا ويشتغلوا. النقطة الثانية كمان الصناعات المختلفة زي صناعات الغزل والنسيج، صناعة السكر، صناعة التعدين، صناعات الألمونيوم، ولا سيما إن كانت الصعيد بها مصانع كثيرة خلال الفترة الماضية، وكان هذه المصانع كانت هجرت أو تدهور إنتاجها أو انخفض معدلاتها، فالدولة عملت تدفقات مالية كبيرة جدا في سبيل إصلاح هذه الصناعات أو هذه المصانع عشان تبدأ تعيد تشغيلها تاني. الأمر الثالث وهو كمان فتح مجالات جديدة من الصناعات والطاقة الجديدة والمتجددة، وفتح مجال القطاع الخاص، ويكفي الصعيد فخراً
دكتور أنا آسف للمقاطعة يعني حتى يعني تكتمل الفكرة أيضا، لكن لدينا خبر عاجل وأعود مع حضرتك لهذه النقطة. ننوه لهذا النبأ العاجل، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذا في الاعتبار التداعيات الجسيمة والمحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. عفوا المقاطعة مرة تانية، بنرجع لحضرتك يا دكتور، ويعني لاستكمال هذه النقطة الخاصة بما يتميز به الصعيد خصوصا في الصناعات المختلفة. فإن هناك رغبة من الدولة على أساس تستثمر ده وتتلاقت مع مصالح أخواتنا وأبناء الصعيد على أساس تكون هناك صناعات. هذه الصناعات بيكون عدة معايير، أول معيار فيها وهو أن يكون فيها معدل نمو عالي ومعدل قيمة مضافة مرتفع. النقطة الثانية القدرة على التشغيل. من هنا الاستثمارات في الصعيد بيبقى لها خاصية محددة اللي هو قدرة المشروع على جذب عمالة أو قدرة المشروع على التوظيف، وفي نفس الوقت قدرة المشروع على تحويل الموارد المتاحة البيئية المتاحة في داخل المجتمع. النقطة الثالثة والمهمة وهو دور الصعيد في الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبار أن الصعيد النهاردة بيعد من العوامل الأساسية في تحويل الطاقة، ومن هنا هم عندهم أكبر محطة طاقة موجودة في أسوان، الطاقة الشمسية، على أساس أنها تقدر تمد الصعيد وتقدر تعمل معها. ما ننساش كمان أن الصعيد فيها أرض زراعية خصبة، وبالتالي هذه الأرض الزراعية يمكن تحويل الزراعة فيها إلى مشروعات صناعية. عشان كده هناك رغبة أو هناك قوة كبيرة وهناك قوة دفع كبيرة جدا في داخل الصعيد على قيام الصناعات الزراعية أو الصناعات القائمة على الزراعة والقائمة على الثروة الحيوانية. وفي نفس الوقت كمان عندهم أكبر محط، أكبر صناعات للقصب، وفي نفس الوقت صناعات السكر وغيره. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن النهاردة الدولة بتشتغل على كل محاور المجتمع، سواء في الصعيد أو في سيناء أو في الشرق أو في الغرب. التنمية النهاردة في داخل الدول المصرية لها عدة خصائص. الأول الاتساع، أنها لابد تمشي كل القطاعات الموجودة، وفي نفس الوقت الأم بيجي هنا كم الصعيد قد إيه اتصرف عليها خلال الفترة اللي فاتت. أعتقد حجم الأموال اللي اتصرف على الصعيد الفترة اللي فاتت أعتقد أنه تجاوز أكثر من 800 مليار جنيه، وفي هذه الحالة هناك مشروعات كبيرة وقوية موجودة. النقطة الثانية كمان أن حجم الجامعات اللي موجودة لتكوين العنصر البشري الموجود هناك، أصبح هناك عندهم أكثر من 7-8 جامعات، بعد ما كان هناك جامعة واحدة اللي هي جامعة أسيوط تقريبا، النهاردة عندهم 7-8 جامعات، بالإضافة كمان أكثر من 8 جامعات خاصة. كل ده بيعمل عشان والجامعات الأهلية والحرفية اللي ما نعم. كل ده بيعمل إيه؟ بتنمي الموارد البشرية، لأن خلينا نعترف ونأكد أن رأس المال البشري والموارد البشرية هي القوة الحقيقية للتنمية في الدولة المصرية، وعليه لابد أن نوطن الصناعة ونشتغل لها على أساس نحول الصناعات، نحول الاقتصاد المصري على قوة دفع كبيرة ويكون قادر على التصدير. التصدير مش هيجي إلا من خلال أن احنا ننمي الصناعات الحرفية ونعتمد على المزايا النسبية عشان نقدر نكون. ومن هنا الصعيد النهاردة كمية الصادرات اللي طالعة من الصناعة المصانع في الصعيد أو الزراعة في الصعيد أعتقد تمثل نسبة كبيرة جدا من نسبة الصادرات المصرية. كمية المصانع أو عدد المصانع اللي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، سواء منشآت صغيرة أو متوسطة، أعتقد أنها تتجاوز أكثر من 45% من عدد المصانع اللي تمت على مستوى الأقاليم ككل. فضلاً عن ذلك كمان ما ننساش كمان أن مشروع حياة كريمة اللي في الصعيد النهاردة، اللي يمثل الصعيد فيه أكثر من 70% من هذا المشروع، هو أيضاً قائم على أساس استغلال الموارد وفي نفس الوقت دعم القوة الطاقة الاقتصادية لهذا القطاع على أساس يكون هناك قطاع تنمو، لأن قطاع الصعيد هو قطاع كبير جدا، في نفس الوقت يمتلك موارد بشرية عالية جدا، وكذلك أيضا موارده، ومن هنا لابد تكون إدارة التنمية معتمدة على إدارة وتحويل الاقتصاد والموارد المختلفة في داخل هذا المجتمع علشان يقدر يكون قوة دفع قوية. فكرة اللامركزية وأهميتها يا دكتور،
شوف يا فندم، اللامركزيه دي حضرتك الدوله بتستخدمها، لكن في نفس الوقت عندنا لازم يكون هناك تطوير للحكم المحلي ولاداره الحكم المحلي مرتبطه بحاجه، لكن ده مش معناه انه حتى مع عدم وجود اللامركزيه هناك هناك شمول، لا، هناك خطه بتتم على داخل الدوله ككل، وكل الاقاليم بتاخد مستويات معينه، والدوله متقسمه عده اقاليم يتوزع عليها. بياخد دلوقتي الفتره الاخيره سيناء والصعيد بياخدوا اكبر معدلات من التنميه وبياخدوا اكبر اهتمام من الدوله، باعتبار ان هذه المناطق هي قوه اقتصاديه قادره على استيعاب السكان وقادره على التحويل، وفي نفس الوقت تخفيف الضغط عن المدن الكبيره زي القاهره والاسكندريه، وده بيسموه التنميه الشامله. فضلا عن ذلك ان التنميه في داخل الدوله المصريه اخذت تنميه مستدامه. اذا في هذه الحاله الدوله المصريه صحيح تعتمد على اللامركزيه وكل محافظ موجود فيها، لكن كمان الدوله المركزيه بتحدد وبتوزع مواردها على قطاعات مختلفه بنسب معادله، وفي نفس الوقت تاخد معدلات نمو السكان والتوسعات الموجوده، واللي يأكد كده ان خلال الخمس سنوات السابقه ان احنا بنلاقي الاقاليم واخدين او الاقاليم الاساسيه زي الصعيد وقناه السويس واخدين كميه كبيره من الاستثمارات تجاوزت اكثر من 2 تريليون جنيه على مستوى البنيه التحتيه، وكله ده بيأكد هنا ان الدوله في هذه الحاله لديها رؤيه واضحه للتنميه من خلال كافه المعايير، معايير السكان، معيار توفر الموارد، كمان معيار قد ايه البدائل الموجوده بتستخدمها، وكذلك الامر الجامعات. حتى بنبص نلاقي الجامعات النهارده ازاي انتشرت في الجامعه في الدوله المصريه، بنجد ان كل اقليم مصر النهارده غطت جامعات وتغطت مدارس. من 2014 الدوله بتشتغل على اساس تنميه شامله وتنميه مستدامه. تنميه شامله يعني ايه؟ تنميه شامله تشمل كل اقاليم الدوله المصريه، وتنميه مستدامه معناها ايه؟ حق الحياه لهذا الجيل والاجيال القادمه. اذا التوازن هنا موجود، وبالتالي في هذه الحاله اعتقد ان التنميه الصناعيه كانت لها دور كبير جدا في تقدم الصعيد او نموه، وده يؤكد مستويات الهجره اللي بتتم من داخل الصعيد لحد النهارده للقاهره. اللي يدرس او يروح الجهاز المركزي التابع للعام والاحصاء هيجد ان نسبه الهجره قد انخفضت في السنوات الاخيره اقل بنسبه اقل من السنوات السابقه. نعم، انا بشكرك طبعا على كل هذا التحليل الوافي، وجودك معنا دكتور محمد الشوادفي استاذ الاداره والاستثمار، وعلى وجود حضرتك معنا. حرصت الدولة المصرية على أن يكون الاهتمام بالصعيد على رأس أجندة العمل الوطني، بعدما عانى الصعيد لعقود طويلة من مشاكل وتحديات تحولت دون الاهتمام بهذه المنطقة. المزيد عن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للصعيد في هذا العرض. الصعيد لم يغب عن خطط التنمية للدولة المصرية طوال السنوات الماضية، بل عملت الدولة أيضا على إنشاء مدن جديدة من مدن الجيل الرابع في العديد من محافظات الصعيد، انطلاقا من حرصها على توفير أفضل الخدمات لأهالي الصعيد وتشمل كافة الخدمات. مثلا مدينة سوهاج الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، ومدينة أخميم الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، بني سويف الجديدة، وغيرها من المدن التي تعكس تغيرا جوهريا في مستوى الاهتمام بمحافظات الصعيد. لنتحدث عن أهمية هذه المدن الجديدة مع ضيفنا على الهاتف الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. بنرحب بحضرتك يا دكتور. يعني رغم المحاولة والإيضاح للسادة المشاهدين دوما عن مصطلح المدن الجديدة ومدن الجيل الثالث أو الرابع، أهمية وجود هذه المدن التي لم تكن موجودة من قبل وكيفية إفادتها في أي عملية تنمية في أي دولة؟ احنا بنتكلم النهاردة في مدن الجيل الرابع، لأن مصر الحمد لله بدأت في المدن الجديدة في 1981 كان الجيل الأول،
كان 6 اكتوبر و10 رمضان و15 مايو كانت البدايه. احنا النهارده بنتكلم في الجيل الرابع، يعني المناطق الخضراء، يعني العمارة الخضراء والتنمية المستدامة والطاقة الشمسية، كل هذه المصطلحات وكل هذه الآليات التكنولوجية الحديثة من أجل رفع جودة حياة المواطن المصري. لما ننظر للتنمية العمرانية من خلال القيادة السياسية في 2014 كانت بتنتهج مبدأ أساسي وهو رفع جودة حياة المواطن المصري. كيفية رفع جودة حياة المصري وكانت جميع عناصر البنية الأساسية متدهورة، ويعني يعني لازم الناس تعرف ان عناصر البنية الأساسية جميعها وجميع الشبكات كانت تحتاج للصيانة لسنوات عديدة، ونتيجة مباشرة لإهمال الصيانة تدهورت هذه العناصر، فكان لابد الأولوية الكهرباء والمياه والخدمات وما إلى ذلك، والطرق يعني والطرق والكباري نعم. كانت منهارة، فما كانش يدفع وكان لا يمكن يحصل أي تنمية عمرانية أو تنمية صناعية أو زراعية، أي عنصر من العناصر ما ينفعش من غير هيكل، والهيكل الأساسي للتنمية هي البنية الأساسية وأولها الطرق والكباري. طرق كباري لها أهمية قصوى، فكان لابد ان احنا نبدأ بهذا العنصر، وايضا الكهرباء والصرف الصحي والغاز، كل هذه العناصر كلها من اجل بداية التنمية الحقيقية. انا النهاردة ما اقدرش اقول في تنمية صناعية عندي وانقل المنتج من غير ما يبقى في طريق كويس، ما يبقى في طريق سليم. ما ينفعش النهاردة اتكلم في التصدير والنقل للمواني وما عنديش طرق وكباري، يبقى دي كانت العنصر الاساسي وهي اللبنة الأساسية لأي تنمية أيا كانت هذه التنمية إيه؟ تنمية عمرانية، تنمية، وكلها داخل استراتيجية واحدة. الدولة بتنتهج استراتيجية ولا تتعامل بالقطع، مش يعني مش بنتعامل في التنمية العمرانية لوحدها والتنمية الاقتصادية لوحدها، لا، دي منظومة. منظومة التنمية دي منظومة متكاملة صناعية زراعية عمرانية. ومن ثم فإن المدن الجديدة هي عنصر من عناصر التنمية العمرانية، لأن احنا كنا عايشين على 5% من مساحة مصر والباقي كله كان صحراء، فكان لابد من الامتداد. طب انت النهاردة لما بنعمل مدن جديدة والدولة تمتد، وبدل ما كنا 5% النهاردة بنقرب من 12%، هذا التوسع وهذه المدن الجديدة بالضرورة ويعني وبالأساس فتحت فرص عمل عديدة، ملايين من الفرص العمل. يبقى البطالة تدهورت وفتحت فرص عمل. أول نقطة، فتح فرص العمل ده شيء أساسي، لأن كل العمالة اللي جات في المدن الجديدة كلها عمالة مصرية، فكان فبالضرورة إحنا فتحنا فرص عمل. أيضا عناصر البنية الأساسية متكاملة، أيضا خدمات عامة. المدن الجديدة النهاردة فيها جميع الخدمات العامة، من خدمات اجتماعية، خدمات صحية، خدمات أمنية، جميع الخدمات العامة. مفيش مدينة جديدة طلعت غير لما يكون فيها منطقة صناعية، ومنطقة صناعية يعني إيه؟ يعني مصانع، يعني عمال، يعني إنتاج، يعني تصدير، يعني مستوى دخل المواطن المصري بيرتفع. كل ده بيصب في الآخر في صالح الوطن وفي صالح المواطن. هي دي نظرية المدن الجديدة. لو بنتكلم عن يعني مردود ذلك فعلا على المواطن، ونتحدث عن فئات مختلفة، يعني وإن كنا نتحدث منذ قليل عن عدد الجامعات الكثيرة التي أصبحت موجودة، نتحدث عن الشباب وهو المنتظر في هذه المدن الجديدة، لأنها الأجيال والتنمية المستدامة تتحدث عن أجيال قادمة وأهمية ذلك. فكرة الاختناق كما حضرتك ذكرت، يعني والوجود على 4 أو 5% فقط في الدلتا والوادي الضيق والخروج إلى هذه المدن الجديدة، مردود ذلك على المواطن المصري بشكل عام بكل فئاته. الدولة لما بتخاطب ما بتخاطبش فئة معينة، ولكن بتخاطب مجموع الشعب، بمعنى مستوى محدود الدخل المتوسط والفوق متوسط حتى المستوى الفاشل. أيضا بتخاطب مواطن الصعيد والريف وتخاطب المواطن القاهري، لأن جميع المواطنين المصريين في جميع محافظات مصر على قدم المساواة. النهاردة لما الدولة عملت مشروع حياة كريمة، مشروع حياة كريمة غطى ربوع مصر كلها، أكبر مشروع في تاريخ مصر،
غطى ربوع مصر كلها، فتح فرص عمل، مياه صالحة للشرب في الريف والصعيد قبل القاهرة، كهرباء، كل العناصر الأساسية، الخدمات العامة من تعليم، جامعات ومدارس، أيضا الصحة، الاهتمام بالصحة والمستشفيات العامة والمراكز الصحية بجميع مستوياتها. كانت المشكلة الأساسية من قبل 2014 أن الاستثمارات القومية جميعها كانت تتركز في القاهرة الكبرى والقليوبية، وإما بتكلم على القاهرة الكبرى يعني قصدي محافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية، كان التركيز على القاهرة الكبرى والإسكندرية بغض النظر عن الصعيد والريف. النهاردة جميع الاستثمارات القومية بتصب في جميع محافظات مصر على قدم المساواة، يبقى النهاردة الصعيد والريف له نفس النصيب في فرص العمل وله نفس النصيب في الخدمات العامة. يبقى إذن النهاردة كان عندنا قبل كده هجرة عكس هجرة من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية. النهاردة أول مرة الجهاز المركزي بيرصد هجرة عكسية من القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى الريف والصعيد. ده معناه إيه؟ إن المواطن اللي كان جه من كام سنة وجد فرصة عمل النهاردة في بلده في الصعيد أو في الريف، ومن ثم عاد هناك لأن لقى مية صالحة للشرب، لقى مدرسة لابنه، لقى مستشفى يتعلم فيها، لأن الخدمات هناك زي الخدمات في القاهرة الكبرى والإسكندرية. عشان كده النهاردة أصبح جميع المواطنين المصريين على قدم المساواة في الخدمات العامة وفي الصحة وفي التعليم وفي المدارس وفي الجامعات الخاصة. قبل كده ما كانش في جامعات خاصة في الصعيد وفي الريف، النهاردة الجامعات الخاصة منتشرة في مصر كلها. نعم. يبقى ده معناه تعليم، صحة، جميع الخدمات للمواطن المصري أيا كان، دون تمييز لمكانه أو دون تمييز للطبقة الاقتصادية التي ينتمي لها. يعني أريد أيضا الحديث عن نقطة هامة وحضرتك يمكن ذكرتها في صلب الإجابة، عن فكرة استغلال مثلا موارد يتسم بها الصعيد أو مناخ معين يتسم به الصعيد، وهي فكرة توزيع الموارد وتوزيع الخدمات المعينة التي يمكن أن نستفيد بهذه الأرض أو هذا المناخ المعين، مثلا بالحديث كما تحدثنا عن بنبان والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وما إلى ذلك. أهمية ذلك في الناتج القومي في النهاية أو التنمية الشاملة للوطن أو لمصر بوجه عام. كلام حضرتك يخليني أركز على نقطة مهمة جدا جدا، وهي أن كل منطقة لها ما يسمى في الاقتصاد الميزة النسبية. الميزة النسبية دي وهي ما تتميز دون المناطق الأخرى. يعني هتلاقي منطقة الأقصر تتميز بالسياحة، احنا النهاردة عندنا عناصر سياحية تجذب السائح الأجنبي لمناطق الأقصر وأسوان، عندنا ميزة نسبية للسياحة العلاجية في سيوة. يبقى كل منطقة لها ميزة نسبية تتميز بها، لابد من التركيز عليها وتحقيق أفضل وأعلى استغلال ليها علشان تجيب عائد قومي للمحافظة وعائد قومي للدولة وتعود بالنفع على المواطن المصري في النهاية. نعم، أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل هذا التحليل الوافي، الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية الحية التي كانت معكم عن ملف الصعيد وما يتم به من تطوير، سواء كان على الجانب الزراعي أو الصناعي وغيره من أنواع التطوير والتنمية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.